بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بادئ ذي بدء بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني أعضاء الوفد البرلماني، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمعالي الأخ الفاضل رئيس مجلس النواب العراقي الأخ محمد الحلبوسي على كرم الضيافة وعلى حفاوة الاستقبال وعلى المشاعر التي استقبلنا بها في العراق منذ وصولنا صباح هذا اليوم إلى هذه اللحظة في ساعة متأخرة من الليل. حقيقة اليوم كان لدينا عدة اجتماعات مثمرة، تشرفنا بلقاء فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وأيضا اجتمعنا مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان العراقي والشخصيات السياسية المؤثرة، وهذه اللقاءات اتسمت بالصراحة والوضوح من الجانبين الكويتي والعراقي. بعض الحقائق الرئيسية التي أود تثبيتها وتأكيدها بأن هذه الزيارة وتلبية الدعوة الموجهة التي تفضل بها الأخ الفاضل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي تمت بمباركة وتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بسبب اهتمامه بالعراق وبسبب قناعته بأن استقرار العراق هو استقرار المنطقة بأكملها، وبأن قوة العراق وعودته إلى وضعه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية هو أمر في غاية الأهمية لكل شعوب المنطقة. لذلك كان التأكيد على عدة نقاط رئيسية في الاجتماعات المختلفة التي عقدناها اليوم سواء مع الرئاسات الثلاثة ومع رؤساء الكتل السياسية. أولا يعني الجميع بوضوح جلي كان يبدي استياءه من الجريمة التي ارتكبها المقبور صدام حسين بحق الشعب الكويتي، وارتكب أيضا الكثير من الجرائم بحق الشعب العراقي قبل حتى غزو الكويت، وهذا أمر يعني مؤكد لا يحتاج إلى تأكيد. إضافة لذلك نقدر ونشكر الرئاسات الثلاث، فخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الوزراء، على تأكيدهم واهتمامهم بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين، وعلى تخصيص الحكومة العراقية ميزانيات إضافية للبحث عن رفات الشهداء الأبرار الكويتيين الذين استشهدوا أثناء الغزو. إضافة لذلك تحدثنا في الكثير من الأمور التي يجب أن تحدث في المستقبل واللي راح يكون لها انعكاس إيجابي على الشعبين الكويتي والعراقي، ومنها بأن نضغط على الحكومات بتفعيل دور اللجنة المشتركة التي تشكلت برئاسة وزيري خارجية البلدين واللي آخر اجتماع لهم كان في ديسمبر 2016، وعلى ضرورة أن تعاود هذه اللجنة وتستكمل اجتماعاتها لأن فيه مصلحة وخير البلدين الشقيقين. ومن هذه الملفات من الملفات التي يجب أن تدرس من قبل اللجنة المشتركة ملف الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق حتى لا تكون هناك ثغرات يدخل منها الشيطان، والانتهاء من ملف حفر خور عبد الله، والانتهاء من توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الكويت والعراق واللي قبل أيام قليلة كان الأخ معالي وزير التجارة موجود في بغداد وعرفنا بأن هناك خطوات جادة اتخذت في هذا الإطار وفي هذا الاتجاه، وكذلك الأمر وضح بالنسبة لإخواننا في العراق فيما يتعلق في المشاريع الاستراتيجية التي تزمع الكويت القيام بها في شمال العراق بأنه يجب أن تكون هناك شراكة اقتصادية استراتيجية
بين الكويت والعراق وتكون هناك منطقة حرة، لأن هذا ليس فيه فائدة للكويت فقط، إنما أيضا فيه فائدة كبيرة للعراق، وسيوفر فرص عمل للعراقيين، وسيوفر أيضا فرص استثمارية عديدة لمستثمرين سواء في الكويت أو في العراق. والروابط الاقتصادية دائما تعزز وتقوي وتوثق العلاقات بين الدول. حقيقة يعني أشكرك الأخ الفاضل معالي رئيس مجلس النواب الأخ محمد الحلبوسي على كل ما قمت به، وأشكرك على أنك ساهمت بتحريك المياه الراكدة. ومسؤوليتنا كمسؤولين في هذا الوقت الذي يعني قدرنا أن نتولى هذه الأمانة الثقيلة بأن نؤدي الأمانة إلى أهلها ونقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل الشعبين الشقيقين وما فيه مصلحتهما، وهذا يعني أنا أتمنى أن يتم في القريب العاجل، إضافة لتأكيدنا كبرلمان كويتي تأكيدنا المشاركة في مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق المزمع عقده في بغداد في القريب العاجل. واعتقد هذه ستكون يعني رسالة إيجابية للخارج وللداخل العراقي بقدرة العراق على التعامل مع كل دول الجوار ومكوناتها. نتمنى للعراق كل أمن واستقرار وانسجام بين كل مكوناته، ونتمنى إن شاء الله أن يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وسنكون كبرلمانات داعمين ومساندين ومتابعين لهذه الخطوات التنفيذية الإجرائية. شكرا مرة أخرى على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة، والشكر موصول للأخوات والأخوة في الجانب العراقي الذين تشرفنا بمقابلتهم اليوم. وأيضا أشكر سفير دولة الكويت في العراق الأخ سالم الزمانان على كل ما قدمه للوفد الكويتي، ونشكر أيضا سعادة سفير الجمهورية العراقية في دولة الكويت على تواجده وعلى كل ما يقوم به من دور إيجابي له انعكاساته على العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق. أيضا أشكر كل من قابلتهم الذين أشادوا بإجماع كبير على الدور الكبير الذي يلعبه الأمير الكبير في المنطقة، الدور الذي قام به الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت. وجدنا هنا في العراق كل تقدير لكل ما قام فيه سواء من أعمال إنسانية في دعم المناطق المحررة والمناطق المنكوبة، أو سواء في استضافة وإقامة مؤتمر لإعادة إعمار العراق في الكويت وجمع الأموال لإعادة بناء الأماكن والمحافظات المنكوبة والمحررة. وجدنا أطيب الأثر في نفوس كل من قابلناهم تجاه كل ما قام به حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وما هذه الزيارة إلا جزء من توجيهات سموه لنا لدعم العراق الشقيق. شكرا لكم أيضا كأعلام وأعلاميين على هذه التغطية المميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وأن يكون أن تكون هناك مستقبل مشرق للبلدين الشقيقين. شرفنا. شكرا لكم.